يسعد أيامك، أنا أوعدكم كل خير. هلأ أنا رح أشرح عن طريقة كيف فيني أخفي رقم جوالي من المكالمات الصادرة. يعني أنا لما رن لحدا ما لقي رقمي، يطلع لي رقم خاص ما يشوف نمرة تليفوني. هلأ هي الطريقة سهلة كتير وبسيطة، وبدون ما أنزل أي تطبيق، خطوتين بسيطتين كتير، أنا فيني أتغطى عن كتير مشاكل إنه ما بدي حدا يعرف رقم جوالي. حتى على الاتصال، اعدادات الاتصال رح يطلعوا لي هيك. انا بدي فوت هالاعدادات المتقدمة. هلا في كتير جوالات ما بيكون فيها هذا الخيار، بيكون مثلا اعدادات اضافية هيك تقريبا، فنفس الميزة هي فيها بس بيختلف من نظام تليفون للتاني. انا عندي اعدادات متقدمة، رح انزل على هوية المتصل بهي الطريقة. هون مكتوب عندي الرقم معروض في المكالمات الصادرة، أنا ما بدي ينعرض، بدي يطلع رقمي خاص. رح يضغط عليها وحط إخفاء الرقم، رح يطلع عندي الرقم مخفي. يعني أنا هلأ لو رنيت لحدا ما حيبين رقمي، رح يطلع له رقم خاص بهاي الطريقة بدون أي تطبيق تاني وبدون ما أتعذب. خطوة بسيطة هيك بكون عنا رقم مخفي. وبنفس الطريقة فيك تعمل عدد الرقم وترجع رقمك ظاهر للمكالمات الصادرة. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وتعطينا رأيكم بالتعليقات عن أي سؤال بتحبوا.